حاجتكم مجيتكم. الضيف ديال حلقة اليوم غني على التعريف، إعلامي وكوميدي ومنشط برامج بالقناة الثانية. البداية ديالو كانت في برنامج الأطفال، وبالضبط في عالم فريد. من بعد تخصص في الكاميرا الخفية وطيح في الفخ عدد كبير من النجوم في كاميرا النجوم. من بعد دار ستار أكاديمي وتكبر وتنسى وساق تاكسي 36 بلا بيرمي دو كونفيونس. ومن بعد واصل الضيف ديالنا مساره الفني من خلال سلسلة بيه فيه ودوز نهار مع بزاف ديال لي ستار. وفي 2013 دار البرنامج الأكثر مشاهدة في المغرب اللي سماه الرشيد شو، ومن خلاله صادف مجموعة من الوجوه الفنية الرياضية وحتى السياسية، وما كاينش منهم اللي فلت من الأسئلة المحرجة ديالو والهريسة حتى هي. إيوا عرفتوا شكون معنا اليوم؟